جاء رجلان يحتقان ومعهما شيطان، يعني يختصمان، وقد غلب عليهما الشيطان في خصومتهما، فكان أثر ذلك ماذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نسي ليلة القدر. هذا أثر وقوع الذنوب في غير من لا يواقعها، فكيف أثرها في من يواقعها، وخاصة في علوم العلم والإيمان والمعرفة والإقبال على الله عز وجل؟ تحرم البركات بسبب هذه الذنوب. لذلك كان عادة من مضى من أهل العلم أنهم يقبلون على أنفسهم ولا يكثرون من الاختلاط بالناس، لأن خلطة الناس وكلامهم دخان القلوب فهي تفسدها، وخير للمرء أن يقبل على نفسه بالعلم والفهم وقراءة القرآن وفهم الحقائق الشرعية، لأن مخالطة الناس تورث مثل هذه الأحوال التي يسلب الإنسان العلم بسبب غيره لا بسببه هو. فانظر كم واحد منا حضر مثل هذه المجالس وكم رفع من العلم من قلبه. لذلك كثيرا الناس يقفون مع الأمور الظاهرة، ما عندي كتاب كذا، ما حفظت كذا، ما حضرت عند فلان، ويرون أن عدم تحصيل العلم بسببها، ويخفون ويغفلون عن الحقائق الباطنة. الإنسان تارة يحرم العلم بذنب يصيبه، تارة يحرم الذنب بجليس يصاحبه، كما جاء هذا عن بعض السلف. فطالب العلم إذا أراد العلم دائما ينبغي له أن ينظر في الباطن أكثر من نظر في الظاهر، وأن ينظر فيما يوصله إلى العلم من الحقائق الإيمانية أكثر من الشغل بالأسباب الظاهرة. فالعلم ليس بالأسباب الظاهرة، العلم موهبة من الله سبحانه وتعالى، هبة يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن يحبه من خلقه بأن يرزقه علما نافعا يعلم ويعمل ويدعو، وهذا لا يحصل إلا بصلاح الحال وكمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهو ميراث النبوة. وكما أن النبوة اصطفاء فميراثها يكون بالاصطفاء. وإذا كان العبد يغار على ما يحب من مال أو غيره أن يضعه عند غير أهله، فالله أعظم غيره أن يضع الوحي في غير قلوب المستحقين له. طالب العلم ينبغي دائما يلاحظ هذا المعنى ويعيد مع نفسه وينظر ويتأدب بهذه الآداب ويحرص على الحقائق الإيمانية ويشحن بها قلبه، فهي أكثر مادة العلم. ليس أكثر مادة العلم أن تحفظ، مادة العلم أن يوفقك الله للفهم بما تحفظ، وهذا الفهم لا يؤتى إلا بزكاة النفس. الله سبحانه وتعالى قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لماذا يصرفون؟ لأجل تكبر. قال ابن كثير: لما امتلأت قلوبهم بالكبر أذلهم الله بالجهل. لما امتلأت قلوبهم بالكبر أذلهم الله بالجهل. وهذا لا يعني أن كل واحد منا سليم من هذا، لا، أنت قد يفوتك الفهم في مسألة ظاهرة بسبب ما وقع في قلبك. والماوردي كان جالسا مرة على كرسيه وحوله الناس، فوقع في نفسه أنه أفقه الخلق بمذهب الشافعي، فلما وقع هذا في قلبه وقفت امرأة على حلقته فقالت: يا فقيه، ما تقول في امرأة وقع منها كذا وكذا، وذكرت شيئا في حيضتها. قال: فانقطعت حتى كأني لم أسمع بهذه المسألة. فلما طال سكوتي قال بعض أصحابي: رحمك الله، ألم تكن ذكرت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال: فأذكرنيها فقلت: نعم. فقلت للمرأة ذلك، فنظرت المرأة إليه وقالت: إن هذا أحق بالجلوس على الكرسي منك. يعني التلميذ الذي أجاب، الله عز وجل أدبه بهذا. فنحن ينبغي أن نحرص على هذه المعاني وأن تكون في قلوبنا حتى نرزق حلاوة الإيمان والعلم ونفرح بها. أما هذه المظاهر، الكراسي والبشوت والمناصب والرئاسات، هذه كلها غثاء من غثاء الدنيا. لكن استغناء قلبك بالله وإقبالك عليه وأنسك بالله سبحانه وتعالى هو حلاوة العلم. ولذلك الذي يرزق هذه الحال لا ينظر إلى الناس أبدا، فيستوي عندهم مدحهم وذمهم، وهذه حقيقة الإخلاص. لكن هذه لا تدرك إلا بالمجاهدة
والمكابدة وطول النظر في هذه المعاني واستحضارها والتواصي بها والتعريف عليها والدلالة والإرشاد إلى المقامات التي توصل إليها، وقد فقدت في أحوالنا إلا من رحم الله. فإذا مرت معنا هذه المعاني في الآيات والأحاديث يجب أن نحركها في قلوبنا حتى نستفيد منها. نسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا العلم النافع. أحسن الله. وقع في خاطري لما ذكرت هذا الكلام قصة وقعت لشيخنا بن باز رحمه الله، بها يعرف المرء كيف حصل هؤلاء تلك المقامات، وذلك أنه في كهولته اتفق دخول شهر رمضان، فاجتمع الناس في مسجد المفتي رحمه الله للصلاة، وبقوا ينتظرون من يصلي بهم، فسأل الشيخ بن باز وكان في المقام من هو أكبر منه من المشايخ، فقال: من بيصلي ابنا؟ فقالوا: فلان. فقال الشيخ: فلان اشتغل بالتجارة، يعني أنه القرآن يبي واحد حاضر القلب ما هو برعي تجارة. فقال الواحد المشايخ: إن شاء الله فيه بركة. فجاء فلان الشيخ عبد الملك قال الشيخ رحمة الله عليه، فجاء فلان فصلى بهم التراويح، صلى بهم سورة البقرة، ثم دخل في سورة آل عمران، لم يبق منها إلا شيء يسير، ولم يخطئ أي خطأ، ما أخطأ أي خطأ في تلك الصلاة. فلما انتهى من الصلاة وبدأ الناس ينفضون، جاءه الشيخ بن باز رحمه الله قال: يا شيخ اجعلني في حل، فإني قلت فيك كذا وكذا. وبكى الشيخ عبد العزيز، فاعتنقها الشيخ وبكى وقال: هذا الأمر سهل إن شاء الله تعالى. انظر شدة ما يجد الإنسان في مثل هذه المقامات عند أهل الحقائق. فهو قال هذه الكلمة يعني فلان مشغول في التجارة بيقعد يخطي والرد عليه، فلما صلى وجده لم يخطي، وأن التجارة ما أشغلته عن القرآن. ولذلك بعد هذا الرجل في آخر حياته رحمه الله تجرد للعبادة وترك الرياض وجاور في مكة حتى توفي، لأنه كان مع اشتغاله بالتجارة رجل متعبد متأله. والمقصود أن أصحاب هذه المعاني بهذا يحصلون العلم النافع، أن قلوبهم مشرقة، فهم يلاحظون كل شيء، يخافون على أنفسهم من أي شيء يتكلمون به.